كانت أسبوع رائعة بدت من لكم إياها مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم صغار وكبار. أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة وسحوبات جديدة من لعبة اليومية بتلاقيكم هلأ بها الأثناء مباشرة على الهواء. إن شاء الله تكونوا تكستوا ورقكم، حضرتوا ورقكم وانضميتوا لنا، لأنه في ثلاث سحوبات مثل عادة، ثلاث سحوبات كتير حلوين رح يربحوكم من الألوف للمليون. والليلة معنا مثل كل نهار تنين مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة مدام تراس. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. كيفك انت؟ يلا انا كثير منيحة. خلونا ما نتأخر أكثر من هيك عليكم مشاهدينا ونبلش مثل العادة. لما بيصيروا هيك الألوان يعني صارت اليومية ثلاثة. خلونا نشوف شو معقول يكونوا أول ثلاث أرقام رح يربحوكم الليلة جوائز حلوة ومبالغ مش غلط ابدا. هات لنشوف شو راح يكونوا. ثلاثة، ستة، وآخر رقم بسحب اليومية ثلاثة لليوم هو الرقم واحد. 361. ألف مبروك إذا اخترتوا هالثلاث أرقام. إذا تكستون بالدور المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 400 مرة، وإذا تكستوا حي يلا المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 70 مرة. حوالي إذا أرقام اليومية ثلاثة، اليومية أربعة، بنشوفها سوا. أربع أرقام جديدة ببداية هالأسبوع لإلكم أنتوا، هذا إذا أنتم تكسينهم لتربحوا الليلة. إذا مش الليلة بكرة، إذا مش بكرة بعد بكرة، كل أسبوع، كل الشهر، حيالله وقت، كل السنة. باليومية أربعة فيكم تربحوا من ال 75 ألف لحد ال 450 ألف، هذا إذا تكستوا حيالله، حيالله يعني إنه يطلعوا الأرقام اللي أنتم بدكم إياها بس مش بترتيب معين، مش بتسلسل معين، هذه هي الحيالله. تربحوا أكثر بالدور لما بتكسوا بالدور أكيد، لأنه بيكونوا ظهروا الأرقام تماماً بالتسلسل اللي أنتم بتكونوا اخترتوه. هولي أرقام اليومية 4 4 8 0 6 كثير حلوين. إذا تكستون بالدور المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 4000 مرة، وإذا تكستوا حيلا أكيد المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 150 مرة. أما هلا شو معقول يكونوا أرقام اليومية 5؟ هيك رح ننهي سحوباتنا مع آخر سحب. خلونا نشوف شو رح يكونوا الخمس أرقام. أكيد الجوائز باليومية خمسة حرزانين بعد أكثر وأكثر، لأنه المبلغ اللي دفعتوه لازم تضربوه بأربعين ألف مرة، which is طبعاً كالكول أكبر ومجال لكم لتربحوا أكثر. باليومية خمسة إذا تكستوا بالدور فيكم تربحوا من العشرين مليون، يعني بمجرد ما تدفعوا 500 ليرة فيكم تربحوا لحد ال 120 مليون، هيدا لما بتدفعوا 3000 ليرة. وأرقام اليومية خمسة لليلة هن بينوا قدامكم، وهيدي أول دوب 2 3 5 8 و8. إذا تكستون بالدور المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 40000 مرة، وإذا تكستون حيالله المبلغ اللي حبيتوا تدفعوه اضربوه ب 350 مرة. بنذكر فيكم كمان التكسو كيو بي عشوائي إذا ما عندكم أرقام ببالكم. رح نرجع نشوف النتيجة مع تراس. صاحب يومية لليوم الاثنين 7/11/2016. الأرقام الرابحة يومية 3 3 6 1، يومية 4 4 8 0 6، ويومية 5 2 3 5 8 8. ميرسي لك مدام تراس. ميرسي لك. هول إذا سحوبات الليلة وبكره كمان في سحوبات جديدة، كونوا على الموعد لتربحوا مع لعبة اليومية. لاقوني باي.